سلام لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة. هذه المرة غتكون مختلفة نوعا ما. التجربة اللي جربت فيها ولأول مرة الصعود لقمة جبل تيدغين، أعلى قمة في شمال المغرب، وللعلو ديالو 2456 متر. فمرحبا بكم في تفاصيل هذه الرحلة الرائعة. انطلاقة الرحلة كانت من مدينة طنجة مرورا بتطوان، باب تازة، باب برد، وصولا إلى إساقن عبر الطريق الوطنية واللي كانت تقريبا من تطوان كلها فيراجات. وصلنا لإساقن تقريبا بعد 6 أو 7 ساعات، وكيفما كتشوفوا الجو كان كله ضباب. وهنا اتجهنا لدار الضيافة باش في الصباح تكون الانطلاقة الى جبل تيدغين. ومع 6 الصباح خدينا وجبة الفطور واللي كانت تقليدية 100% قبل الانطلاق في رحلة المغامرة. وكنصيحة للمبتدئين بحالي، من الأحسن تكونوا ضمن فريق أفواياج أورغانيزي اللي توفر لكم جيد ولد المنطقة اللي عارف وعنده تجربة. وأكيد بحال هالتجارب تطلبوا لباس خاص وماتيريال باش تسهلوا على راسكم وتكونوا مرتاحين، كأحذية رياضية خاصة بالجبال، لجاكيت امبرميابل، ليغو وليبي اللي تساعدوكم في الظلام إلى آخره. وفي هاد البحيرة كانت الاستراحة باش نكملوا للصومي، واللي لحد هاد المكان ما حسيناش بصعوبة كبيرة. كملنا الرحلة واللي صراحة كانت رائعة، خصوصا مع الطبيعة والثلوج اللي صدفناها في الطريق. وهنا بدا المعقول مع كثرة الثلوج اللي صعب شوية الحركة، ولكن العزيمة مازالة باش نوصلوا للقمة ان شاء الله. ومن هذا المكان بقات 1.3 كيلومتر للقمة، وهنا كانت الصراحة الصعوبة مع كثرة الانزلاقات في الثلوج. كمبتدئ عشت مجموعة من المشاعر المتضاربة، مرة العيا، مرة تفكير في الاستسلام والتشبث بالأمل أنك خاصك توصل. صراحة عاد عرفت علاش عشاق هاد الرياضة يعتبروها أكثر من رياضة، تخليك تعلم أن النجاح هو خطوات صغيرة، العمل الجماعي مهم، شي تيعاون شي، وأنك قادر تدير أي حاجة، وأن التراجع مستحيل، بالإضافة إلى أنك تستمتع بالطبيعة وتتبعد من التوتر اللي تنعيشوه في المدن. وهنا ومن بعد 4 ساعات تقريبا بدات تتبان القمة، قمة جبل تيدغين اللي موجود في سلسلة جبال الريف واللي هو أعلى قمة في شمال المغرب. وهنا تتحس أن الوصول للقمة يستحق كل هذا العناء. اي فوالا، وأخيرا القمة. إحساس واعر الصراحة، نتمنى تجربوا هذه المغامرة وتعيشوا هذه الأجواء اللي عشتها.
وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على المتابعة، وتنتمنى نكون عيشتكم معايا تجربة رائعة بكل تفاصيلها، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.